الموقف الفرنسي الجديد ليس مجرد استنساخ للمواقف السابقه المعلن عنها بل يتجاوزها ويتجاوزها بالكثير حيث انه يركز على حصريه خطه الحكم الذاتي كقاعده لحل النزاع القائم في الصحراء الغربيه وانه يعترف اعترافا صريحا بما يسمى مغربيه الصحراء الغربيه ويدرج بصريح العباره حاضر ومستقبل الصحراء الغربيه في اطار السياده المغربيه المزعومه ثانيا ان الخطوه الفرنسيه لا يمكن ان تسهم البته في احياء المسار السياسي وانما جاءت لتغذي الانسداد الذي ادخلت فيه خطه الحكم الذاتي القضيه الصحراويه منذ اكثر من سبعه عشر سنه ثالثا أن الخطوة الفرنسية لا يمكن لها أن تدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة، لأنه، وبكل بساطة، لا يتجه أداء مهمته في نفس الاتجاه الذي أعلنت عليه فرنسا، أي أنه لا يعمل من اجل تطبيق خطط الحكم الذاتي. ولا هو يعتبر ان الصحراء الغربيه مغربيه. ولا هو يهدف الى تثبيت السياده المغربيه المزعومه على التراب الصحراوي. رابعا ان الخطوه الفرنسيه لا تخدم السلام في الصحراء الغربيه. ولا تخدم البحث عن حل سلمي في الصحراء الغربيه ولا تتجه في الاتجاه الذي بامكانه الاسهام في جمع الشروط اللازمه للاسراع في بلوره الحل المنشود لهذا الصراع طبقا لما املته ولا زالت تمليه الشرعيه الدوليه